اتنين مسنود وطرف واحد تبقى بريء وامين غلبان تقوم من تاخد عالسجل والزنازين يا دنيا عيب اختشي يا دنيا عيب اختشي وخفي عالمساجين مش معجزة ولا بس للأنبياء وتهون ذنوبك إذا مغفورة بالأدعية الصدق مش معجزة ولا بس للأنبياء وتهون ذنوبك إذا مغفورة بالأدعية اغلط وراجع روحك لو كنت من الأشقياء يتوب عليك يا هو قال لي خليها تستنى. هستنى قد ايه يعني؟ وانت هتتشجطي؟ يعني حوشي الميتنجز اللي مقطعه الدنيا في الشركات كلها. انا هبطلي اسلوبك ده. هقول لك ايه غلطانه وبتتكلمي. يعني هو ناوي يقطعني اليوم كله صح؟ وافرضي حقه ولا مش حقه؟ طب هو ما اتكلمش على اي حاجه في شغلي، الفيديوهات، السي في، اي حاجه؟ لا خالص. يبقى كده تمام، امشي احسن. يا بنتي حاجه بالذكاء كده، طالما قال لي خليها تقعد يبقى كده عجب الشغل، ومش كده كان قال تمشي. وبعدين عادي يعني ممكن تكون قاست ودن عشان التاخير. ما تكبريش الموضوع. بقول لك ايه، الحاجه دي لازم ترجع، مفيش حد غيرك هيعرف يجيبها على فكره. قعدت تقولي لي بس هتصرف ومش هتصرف، خليكي جدعه بقى، عايز ارجع الحاجه للناس.
ماشي استنيك. سلام. حاجة يا ياض قلت يعني انا كنت لسه بدي عندك حاجات ياض. يونس يخرب بيت عيلك عامل ايه ياض الغيبة دي كلها؟ موجود في الدنيا. تعالى في الطلب اصبحك كمان ولا خلاص بقيت ابن ناس؟ انا طول عمري ياض ابن ناس. انت اللي شكلك عملتهم وبقيت تحزن بقلب. حتة قهوة كده على مصلحة بلياردو على الضيق. طيب ترزق بتاعتك؟ شكلها اخضر. يا موزة فطار من زوقة واحد ناعم واتنين موز. اوامر. ايه الناعم ده؟ صباح كنت فين يا كل ده؟ الدنيا ثواني لحظة. ايوه. ايه يا ابني ما بتردش عليا ليه من اول مرة؟ هو انا لازم ازن يعني؟ سيب اي حاجة في ايدك وتعالى قابلني دلوقتي حالا. مش قلنا بلاش في التليفون؟ اخلص ساعة وكون عندي. سلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بيت مدام سلوى فين؟ الفيلتين اللي على الشمال. شكرا. تعالوا يا بنات تعال خشوا. بسم الله خشوا. يلا دوسي الجرس. نايم. انا قلت لك عايزه بنتين صغيرين في السن بس مش قوي كده. بذمتك دي هتعرف تغير للولد ولا تاخد بالها منه ولا ترضعه؟ ما انا قلت زي كده اول ما شفتهم. لكن لا طلعوا عفاريت. انت مش هتلحقي تطلبي الطلب هتلاقيه عندك على طول. ليه الشغل البياعين ده مش علينا احنا بالذات؟ احنا تجار يا ماما. طب جربيهم لو ما عجبوكيش يبقى لك كلام. وابوهم نظامه ايه؟ انا مش عاوزه مشاكل. لا ده راجل غلبان. ده هو اللي وداهم للسمسار اللي جابهم لي. ما تقلقيش من الحته دي خالص. وانتوا مالكوا ساكتين كده ليه؟ ما تسمعوني صوتكم. نقول ايه بس يا ست؟ اقصد يا مدام. قولي اسمك. قولي سلام عليك. وقولي سنك. انا اسمي رضا. وانا انتصار. انت يا رضا هتشتغلي عندي هنا في الفيلا وانتصار في الفيلا اللي جنبنا عند اخويا الاستاذ خالد والدكتوره دينا مراته. اوكي اوكي اوكي. شفتي لهاليب بيتعلموا هوا. الله عاش من شافك يا نعيمه. اهلا رأفت باشا. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا حبيبتي. ازاي الصح؟ الحمد لله. مش هتشوفي لي عروسه حلوه وصغيره يا نعيمه؟ عينيا الاثنين. حاضر. ربنا يديك الصحه يا رب ويخلي لك ولادك يا رب. ماشي يا نعيمه. جوزك صحي يا سلوى؟ لا لسه يا بابا. والنبي يا ست سلوى خلصيني لحسن عندي كم مشوار مهمين. حاضر يا نعيمه. طول عمرك مستعجله وهتموتي على القرش. وانتوا استنوا هنا تسمعوا الكلام وتاخدوا بالكم من بعض. يلا كلموني في التليفون لو قصدوا اي حاجه. سلام. يا فندم والله العظيم الديزاينز بتاعتي انا شغاله عليها بقالي شهرين وفي ايميلز بتواريخ تثبت الكلام ده. اكيد في حد بيكرهني هو اللي سرق الديزاينز. ايوه عمل اللفه القذره دي. لا ما اعرفش مين يعني. شاكه في اسم او اتنين بس انا مش هقدر اظلم حد. طب ممكن بس حضرتك تديني فرصه انا هشرق يا استاذ مراد. الو الو سيبيها. هو حضرتك بتعيطي؟ بعيط ايه بس يا سماح امشي من هنا. منهم لله الناس اللي مزعلينك في الشغل. انت رامية ودن معايا يا سماح. انت مالك انت؟ طب والله العظيم انا عارفه انك طيبه وقلبك رهيف. غيرش بس الشغل هو اللي معاكلن عليكي ومطلع زرابينك وانا عارفه انك على حق. الظلم وحش. وانا ما يبقاش طلعان عيني في الشغل عشان واحده تيجي تروح تقول لهم ان انا سرقت ديزاينز وهم يصدقوها. انا متاكده ان في حد سرق الشغل ده ووداه لشركه منافسه علشان يطلعوني انا الحراميه. منهم لله
اللي هينتقم منه. ادعي لي يا سماح. والله بدعي لك من قلبي عشان عارفة انك طيبة وبنت حلال، ما ترضيش بالظلم ابدا. شكرا. انت مش هتزوديني بقى؟ انا حاسة بصراحة النظام الجديد ده جاي عليا بخسارة. امشي نجري يا سماح، امشي نجري بدل ما اقلب عليك عشان اصلا جايبة اخري. انا كده شغالة بحق البياتة، حرام عليك. بتنتي خلاص. طيب دي نعيمة. الو انتي فين يا ناقصة؟ ما جيتيش تهيصي مع البنات امبارح ليه؟ هيص ايه؟ هو انتي خرجتي؟ يعني مش عارفة يا بنت. والله العظيم ما حد قال لي. الف الف مبروك يا اختي. هو ايه اللي حصل؟ الف حمد لله على سلامتك. الف حمد لله على السلامة يا اختي. والله العظيم انا كان قلبي حاسس. طب يلا هستناكي النهاردة، عدي عليا. لما تخلصي. سلام سلام سلام. في ايه؟ دي نعيمه خرجت الحمد لله بالسلام. مش انا قلت لك نرجع بقى كما كنا؟ بقى كما كنا ازاي يعني؟ يعني كتر الف خيرك على البيات ونرجع بقى للنظام القديم بتاع نعيمه، واخد الشهريه بتاعتي كامله. انت بنت عبيطه، انا مش فاهمه انت ليه رابطه نفسك بنعيمه وتشتغلي لوحدك. انت بتسرقك. هي تسرقني احسن ما غيرها تسرق. والله طب امشي يا سماح، امشي النهارده، مش عايز اشوف وشك. وحق بيات اليومين اللي فاتوا مخصوم من الشهريه. وتزعلي عشان بيظلموكي في الشغل. برطامي تقولي ايه؟ ما بقولش. عمرو اصحى يا عمرو. انا اعرف ان البيبيهات بس هما اللي بيناموا كل ده. صباح الخير يا سلوى. يلا يا حبيبي، بابا مستنيك تحت، شكله عاوزك في حاجه بخصوص الشغل. يلا وانتي خشي نظفي كل التراب اللي على التسريحه دي. يا سلوى ما تردي. انا رضا يا بيه. دي الشغاله الجديده دي. دي يا سلوى. ايوه يا حبيبي، انت لسه هتندهش. يلا خش خد شاور. يلا ما تخليش بابا يغضب عليك، انت مش ناقص. يلا انتي غيرتي البيبي قبل كده؟ ايوه مدام، سيبي لي البيبي اغيره. عندي تصريفة للحته وحكايه شكلها امان. يا حول الله يا رب. طب انا مش عارفه افهمك ازاي، يعني اقول لك ايه عشان تعرفي ان احنا في ظرف زي الزفت؟ يا بنت يا بنت، ده احنا بنتقابل سرقه. احنا ركبي خبطت في بعض لما الوديمه بس جاب لي سيرتك. هيما جاب سيرتي في ايه؟ بيكلمني بعد ما عرف اللي حصل وقال لي مايدة كمان محدش عارف هي راحت فين. عادي يعني، كان بيكلمني عادي. وانت بتكلم الواد ده ليه؟ صاحبي، وبيني وبينه مصالح وشغل. الواد ده راجل وجدع على فكرة. اوعى تكون جبت له سيرة الحتة، ولا بتفكر يجيب لك حد ياخدها؟ ده بسهولة ممكن ياكلك يبيعك. مفيش حاجة اسمها صاحبي. بس اسلم نفسي للي انت جايباه ده عادي. ده لا هياكلني ولا هيبيعني. ها؟ الراجل ده زبوني في البازار وملوش علاقة لا بروشدي ولا بالليلة دي. الراجل ده اسمه ايه؟ اسمه سامر، سامر الاسيوطي. عنده جيم في الماظه ومظبط مع ناس تقيلة يعرفهم. ميزة الراجل ده انه نضيف، مش مشموم زي ناس كتير غيره. هيقدر يظبطها كده على المداري ونسبته مش كبيره. المفروض بقى ان انا اديك الحته عشان انا ما بقتش في الصوره، وتخلصي انت بينك وبينه على طول، مش كده؟ امسك ده خط برايفت، يعني لا هيبين رقمك ولا اي بيانات عنك. اهي حاجه اتعلمتها من رشدي وعرفت الطشها منه. كلمه يا كرم، شوف سكته ايه، لو اطمنت له نتعامل معاه. ما بلاش نظره الشك دي، اكتر حاجه في الدنيا بكرهها البصه دي، عشان بتحسسني ان انا ست زباله. وانا فعلا ست زباله. الست اللي تخون جوزها وتهرب مع حبيبها لازم تكون زباله. بس انا ممكن استحمل النظره دي من اي حد الا انت، لان انت عارف كويس قوي انا عملت كده ليه. المفروض ان انا دلوقتي اقعد اعيط واطبطب واجري اكلم الراجل واعمل اللي انت شايفاه؟ مش شرط، مفيش اي حاجه في الدنيا مفروضه علينا. الرقم معاك والخط معاك وانت حر يا كرم، وهو باب بنفتحه ونعدي لنفضل مستنيين عادي.
هتلحق تقعد معايا ولا هتقولي نازل؟ لا اللي بيحصل ده مش طبيعي، يمكن تكون وقعت منك في الحمام ولا حاجه. حمام ايه بس؟ ده انا دورت عليها في كل حته. لا لا بجد كده يا جماعه ما ينفعش، احنا كده بنتقلب في الجامعه رزق. معلش يوم ولا يومين وتلاقي بطاقتك مرميه هنا ولا هنا كالعاده. الموضوع مش موضوع بطاقه وبس، في صور وفي حاجات انا ما احبش حد انه يشوفها. طب هدي نفسك بس. هدا ايه بس؟ انا مش طايقه نفسي. لا لا انا لازم اروح اقول لاحراس الجامعه، مش هينفع كده. تنسيش بكره. ها بقولك ايه؟ انا معرفكيش بس شافوه. نعم مازن نبيل، سياسة واقتصاد جامعة القاهرة، بس لابد هنا معظم الوقت يعني. ايوه مين يعني؟ يا ستي واحد زميلك بس من جامعة تانية. طب بص يا واحد، انا مش من النوع اللي بيتداخل معاهم الدخلة دي. طب انت ممكن تقولي دخلتك ايه هنا عشان نبقى على نفس الخط سوا؟ انا هتنطط هنا كتير الفترة اللي جاية، الناس هنا ألطف وأخبس وبيكتبوا الكذبة كأنها حقيقية. انت عاوز ايه يا بتاع انت؟ مش انا اللي لقيت محفظتك اللي وقعت منك؟ موبايل سارة اللي انتي ما سرقتيهوش خالص. صعب قوي فكرة ان الحرام يقول انا اتسرقت دي. انا صح، انا صح، هشوفك ماشي؟ بنت خد يا بنت ما تفرجيش علينا الناس. عيب كده يا سماء. يا بنت انت استنى يا بنت، ما تستنى يا بنت انت. عليا النعمه لو ما خفيت من وش السعادي لاحذفك بطوبه في عينك يا ابن شكري. والله ما تقدري تعمليها، ما هونش عليكي انت حبيبتي برضه. كده؟ طب قابل بقى بروح امك. ايه ده هتعملي ايه؟ اه يا بنت المجنونه. اوعي يا بنت المجنونه. اوعي يا بنت الجيش بطل هزار كل من قايل ده. شايفه ده هزار ده؟ ايوه عشان خاطرك انت بس وهيديني لربي. انت وريني يا اخوي. يلا يا بنت. ماشي لسانك فرقان لا بحاجتك وبكك. ماشي يا ربيك يا سماح الكلب. لسانك فرقان يا خرب بيتك. يلا يا عم يلا يا عم نهاركوا ابيض. بس يا سماح انت ما بتصدقي يا بت البطي. اقعدي هنا اقعدي هنا اللي مدرساني في كل حته. اقعدي. ماشي يا بنتي المجنونه. ألسانهم واحدة واحدة. كنت قلعت البلغة اللي في رجلي وديتهم بيها على جوزهم. مفيش واحدة قالتها في وشي يا نايم. مفيش واحدة قالت لي يا بنت الحرامي أنا منك من الشوارع. بس كل كلامهم معناته كده. البغل ده قاعد ساكت لهم كده ما عملش حاجة؟ شوف أنا باخد على دماغي من الدنيا بقى ليه قد إيه؟ عمري ما حسيت إن أنا رمية. إلا سعيد وأنا كنت فاكرة الحيطة اللي هتسند عليها. يا أختي ما تتسندي عليا أنا زي أمك يا بت. ده أنت تربية إيدي. البيت ده بيتك غصب عن عين أي كلبة هنا. يا نعيمة يا نعيمة الكلام مفيش أسهل منه. ما أنت بتشوفي بناتك بيعملوا فيا إيه. يا أختي مقهورين وغيرانين عشان أنت غالية عليا. الله لكن أنا مش هسكت لهم وحياة النبي ما هسكت لهم. عملوها معاكي عشان ما كنتش موجود. أنا عمي برضو ما انتي بصراحة من الشفاعة عليا ما بتدينيش حق. يا بنت الإيه؟ بتتدحلبي وتقعدي في حضني وتقولي لي البقين دول؟ يخرب بيتك ما بتشبعيش يا بنت؟ إيه بهزر معاكي بابك وشك. طب خلاص. السلام عليكم. حاضر ديك البرابر. نعمين يا أخوي. ما تزعليش منا ست نعيم. حقك عليا يا سماح. ده بكسر حقك. إيه العمايل دي يا واد؟ ما هي برضو اللي جابت سيرة أمي الأول. وبعدين العبيطه دي ما عارفه ان انا بحبها يعني. واللي يحب حد يبهدله ويضربه قدام الناس يا منيل على عينك. هي اللي فضحتني وفرجت عليا امي لا اله الا الله. على امي ست انا ما حقلك وادي راسك. بس يا واد خلاص. ايه بتتلكك؟ انا عايزه اتغدى في حته حلوه. البطحه دي؟ ماشي يا ستي هديكي في حته حلوه. بعد الغدوه خليه يجيب لك العبايه اللي كان نفسك فيها. اه. ليه كده يا نعيمه؟ انت معايا ولا عليا؟ ده انا اللي مضروبه يا جدعان. يلا يا ولاد المجنونه انت وهي. يلا على عايزك بس اوعى اوعى كده الله يكلب السرايب.
ايه يا عبد الله؟ لا لسه ما خلصتش. احنا نهزر مع بعض ولا ايه؟ ده اول يوم شغل، وبعدين هو ده النظام بعد كده. عبد الله سلام، لما اخلص ابقى اكلمك. سلام. أول حاجة دي شوية برودكتس واقفة معانا مش عارفين نسواها قوي على السوشيال ميديا. كلاينتس اوريدي تافهين قوي. عايزين يعملوا شهرة من ولا حاجة. واحد عايز يعمل كتاب عن الطبخ، والتانية عايزة تقدم نفسها على إنها مستشارة في الحب والعلاقات الزوجية. بس إحنا مفيش حاجة بتقف قدامنا، وبنقبل كل حاجة تافه قبل المهم. ورينا شغلك. الحاجة التانية والأهم، عجبتني فيديوهاتك. وانا بالصدفة كنت بدور على فيجرز من السوشيال ميديا عشان اقدر احولهم من الانترنت للتلفزيون. تلفزيون؟ بلاش السعادة المجانية دي من اولها، المهم الكونتنت. حاجات كتيرة حاول يخلوها بوبلر من الانترنت على التلفزيون لبست في الحيط. عايزك تدوري على حاجة كده تقول مع امك وامي، مش بس شوية الفولورز بتوعك. وبعدين تعالى نشوف الشغل. والله لقيت افكار حلوة سواء في الشغل التافه ده او في البروجكت بتاعك. اهلا بيكي. طلعتي بلح، فرصة سعيدة. طيب أنا بس كنت عايزة أعتذر لحضرتك الأول على التأخير اللي أنا اتأخرته. أنا جبت سيرة التأخير ده دلوقتي؟ لا. عموما دايما اللي بيبتدي غلط بيكمل غلط. لولا نوع مصدعاني بيكي ما كنتش فكرت أشوف وشك تاني. هستنى شغلك. ماله ده؟ مفيش برطمة هنا. أيوه يا عبد الله. أنا نازلة استنين. سلام. هي دي الخروج اللي هتصالحني بيها؟ كوباية الليمون ب10 جنيه بس؟ فين الأكل يا نتن؟ طب احمدي ربنا طيب، وبعدين وطي صوتك عشان احنا في كافيه، ما تفرجيش علينا الناس. ما في أكل أهو يا لهو. أنت معدي في الكافيتيريا بره، وجوه في مطعم؟ أجيب منين طيب؟ ما معيش إلا تمن العباية. بعدين الاكل هنا ايه؟ هتلاقي طبق قد كده ب50-60 جنيه وطعم استغفر الله العظيم يا رب. انما وعدك واحنا ماشيين افخم محل كشري نعدي عليه نجيب علبتين لوكس. طب تصدق بقى ان انا انقي اغلى عبايه؟ ايه رايك بقى؟ طب ممكن تتبسطي بقى عشان احنا جايين نتصالح هنا. عايز تصالحني بجد؟ اه اكيد. يبقى نخلص وترجعني بيتكم، وتخلوا امك واختك يشيلوا لي فوق راسهم من فوق لحد ما نتجوز. ماشي بس اهدي بس شويه. انا زهقت من جو المره بتاع بنات نعيمه ده. انا مش عايز اعيش معاهم في البيت تاني. البنات مش طايقيني. على اساس ان هم عندي بيستقبلوكي بالورد يعني يا سماحه؟ لا يا اخويا، ما هو كده مش هينفع. لازم تعودهم من هنا ورايح ان هم ياخدوا على كده. ولا انت عندك مكان تاني نتجوز فيه؟ طب عايزين اعمل ايه طب يا سماحه؟ تكلمهم دلوقتي حالا وتقول لهم ان انا من الليله ده همات معاكم في البيت، ويشيلوا لي فوق راسهم هم الاثنين. يا كده يا اما مش عايزه بقى ولا عبايات ولا كافيهات ولا عايزه زفت. لا 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 خلاص. تشرب ايه طيب؟ كلمه. مساء الخير يا عسل. بتنتي انا مش عايزه نكد، انا جايه مبسوطه من بره. مالك في ايه؟ مفيش حاجه. لا فوقي لي كده يا حبيبتي. بقول لك ايه، بطلي غطيت انت شربي على المسا. عامله دماغ برفانات. الله يسهلك. هيسهلي لو عدلتي بوز اهلك ده. اديني فردت اهو يا ستي. في ايه؟ ركزي معايا، احنا لازم نشوف حل في اللي اسمه عبد الله الميكروباص بتاعه ده. لو حد في الشركه شافني نازله منه انا هتحط بلاك ليست في الشركه، مش هخش من بابها. امال انت النهارده عملتي فيه؟ لا خليته ينزلني في شارع بعيد عن الشركه. وسابك؟ ضمك بالكهرباء لو سابني قدام باب الجامعه. ما انا اشتغلته وقلت له على شركه تانية بشتغل فيها على اساس ان هي دي الشركه الحقيقيه. وين نظام بقى الشركه دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقل موظف امني شغال فيها اشيك من انضف واحد هنا في الحاره. ولا ريحه البرفانات، يا نهار اسود. وعنده طقم موظفين بنات على عيال امارات. انا يا بنتي فضلت متنحه كده لحد ما قابلت الوحش في المرحله الاخيره. وده مين ده؟ مستر شريف. عامل كده زي رئيس العصابات في الافلام الاجنبي، ناقص له بس مزدتين بالهوت شورت والسيجار. عارفه انت المنظر ده؟ حلو. هو ايه الحلو ده يا بت؟ بدل ما تحتفلي معايا
احتفل معاكي ازاي يعني؟ هوريك. اوبا ده جه في وقته، يلا بينا. قومي استني عشان ما تشوفنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعالي بنت سماء. تعالي يا حبيبتي. ايه ده، ايش العبايات الحلوه دي يا مرات ابني يا قمر؟ يا اختي ما تزعليش بقى، حقك علينا. ما هو شطنك اللي قام فجاه لله في لله يعني؟ داير اقول شكل للبيع؟ خلاص بقى المسامح كريم، وده كلمنا وفهمنا من هنا وطالع شغل البيت علينا احنا الثلاثه. الله، طب ما التلفزيون كويس اهو، ما جرالوش حاجه. الحمد لله يا حبيبتي. يلا بقى خشي غيري هدومك وتعالي نتفرج سوا في لب مملح واسمر سوبر. يلا بقى. يلا بنت ما تخشبيش بقى. الله جاي. لا 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 لا، فرق كبير جدا ما بين الايفنت ده واللي قبله. يعني المره دي ما شكلهاش كده برنامج توعيه او خدمه اجتماعيه، ده بيزنس، قناه بقى واعلانات ويستغلونا ويستغلوا اسم الجامعه. خلاص بقى ما يكلموناش احنا، يكلموا اداره الجامعه ويتفقوا معاهم ماديا. لا مش هغير رايي. سلام. طول النهار في الموضوع اللي مش عايز يخلص ده. ايوه مش معقوله فعلا. تعالي كملي انتي. ماشي خليك انا افتح. جرايا يا خالد، انتوا طول النهار خارجين بره كده. مين دي؟ دي انتصار. امال فين دينا؟ هي مش هنا ولا ايه؟ لا انا هنا يا سلوى. تعالي حماتك بتحبك، تعالي تعشي معانا. لا يا حبيبتي انا ماليش في اكل الارانب ده. بصي يا انتصار، ده نظام الاكل عندهم هنا، حاجه هيلثي يعني، تنسي الاكل اللي في بلدكم خالص. هو ايه اصلا ده؟ مين انتصار دي يا سلوى؟ دي شغاله جديده، هديه مني لدينا. هو انت مش كنت بتشتكي من الشغاله اللي عندك وعايزه تجيبي واحده تساعدها؟ ده خمان بخلي عندك يا مدام. يلا سلام. تاريك ليمون يا نعيمه في السلطه. حطي ليمون كتير، قطعيها صغير. ايه يا اخويا مقضيها طول النهار على القهوه؟ الريحه دي يا جدعان انا هموت. كل حماتك بتحبك. ماما عملت مش حبيبي في حب شويه حبيبي حبيبي. تدخل زي الطول تاكل في الاكل، انفخ فيه سخن. يلا يا بنت، يلا يا بنت الجوية، يلا خلصوا عشان عندكم جامعه بكره. خشوا ناموا. جامعه يعني انت يا حلوه، في كلام كبار هيتقال هنا ما يصحش تسمعيه. لا يا اختي واشغالك يا سنيوره، يلا وريني عرض كتافك. خلصنا بالشيكه يا نعيمه، يلا عشان شكلنا بنتطرق بالذوق. يلا يا اختي بالذوق ما يخلص. مسا مسا يا ابن خالي، اسيبك مع ست الحلوين. يا نعيمه الكلام. خايفه الكلام يقف في زورك يا ابن بدرية. وايه لازمتها بدرية دلوقتي؟ بص يا ابن الناس، اللي تعرف تلف المحشي ده لا بتمل ولا بتزهق، وما ينفعش يتلف ويدار عليها يعني. تنجز تقول لي ايه حكايتك؟ اللي رجعك؟ ايه موضوع البرشام؟ هم لا هيقولوا لك. طب هو معاكي؟ لا يا قلب عمتك، طوحته في المصرف. طوحتيه؟ انت اتجننتي؟ ولا اتعدل. هي هتهب عليك ولا ايه؟ انا مش بتاعت مدمنين، مش عارفه لك اذا كنت برشامجي ولا شمام. انا كفرت من قله الرزق هناك يا نعيمه. الباب اللي انت رميتيه ده انا مبطله يعني. انت شايفاني يعني بضربه ولا تحت عيني صوت؟ ما انا نضيف قدامك اهو. وما دام نضيف جبته معاك ليه؟ عشان اللي انت رميتيه ده ب 10,000 جنيه يا نعيمه، يعني كنت استنفعت بيه بدل ما يروح في المجاري. لو عايز تقعد هنا لازم تصون العيش والملح، احنا بناكلها بالحلال. طب جربيني لو لشهر ورحمه اخوكي ما هتندمي. حط ايدك على المصحف واحلف انك هتصون العيش والملح وهتبطل حرام. وعهد الله لصون سترك عليا في البيت ده، اصون العيش والملح وبطل الحرام. هتعمل ايه؟ اكيد هشتغل يعني، مش هقعد زي الولايه.
هتفرج يا نعيمة، بس انت قولي يا رب. وانا بقول غيرها. ولا انت متودي؟ انا مش قادرة اصدق. انا عارفة ان مخها صغير وعلى قدها، بس كنتش متخيلة انها توصل معاها للدرجات دي. معلش يا دينا حبيبتي، عشان خاطري ايه دي؟ اختك دي عيلة، بجد عيلة. هي عارفة ومتأكدة ان حاجة زي دي هتضايقني وهرفضها. ده انا لسه من يومين بقول ان انا في الجامعة بشتغل في برامج ضد عمالة الاطفال. تروح تتفق تدفع فلوس وتجيب بنات هنا بس عشان تضايقني؟ وفي كده؟ هو انت مش كده كنت عايزة تجيبي حد عشان يساعد ياسمين؟ على فكرة دي مش أول مرة نجيب عيلة صغيرة تشتغل في البيت. أمي الله يرحمها كانت بتجيب بنات صغيرين تعلمهم وتربيهم على إيدها، وتقول إنهم أحسن من الكبار. يا سلام، يعني أنا هجيب طفلة صغيرة تشتغل عندنا في البيت؟ أنت بتهرج؟ أنت مصدق اللي أنت بتقوله ده؟ حبيبتي أنا لا بقول ولا مصدقة، وأنت عارفة كويس جدا إن هم حاجة وأنا حاجة تانية خالص، بس هعمل إيه؟ هم أهلي كده. أهلي كده، أهلي كده، كفاية بقى، أنا مش قادرة أسمع الكلمة دي تاني. ما أنت قلت لي قبل ما نتجوز ونيجي هنا إن أنا وأنت مالناش دعوة بحد. طب أعمل إيه يا دينا؟ هي مش قالت لك هدية؟ هدية مرفوضة. يا اسمك إيه؟ تعالي. أيوة بداية. تعالي بسرعة، تعالي معايا، يلا. اللبن يا مدام. ميرسي يا حبيبتي. عندك اخوات تانية غير انت سارة؟ عندي اخين بس اكبر مني. ما عندكيش اخوات بنات غيرها؟ لا يا مدام. يا حرام وسارة، اصل ستك دينا شكلها هتمشي انت سارة، مش عاوزاها. تمشيها ليه؟ هي انت سارة عملت حاجة؟ اسمعي، انا عاوزاكي لو ستك دينا قالت انتصار تمشي تمسكي في ديلها وتقعدي تتحايلي عليها، ما تتكسفيش. ستك دينا ست طيبه وقلبها رهيف، لو اتحايلتي عليها هتقعد انتصار. اجري افتحي الباب. ليه يا سلوى؟ ليه يا حبيبتي؟ ليه مصممه انك تعديني وتحطيني في دماغك؟ لا حول ولا قوه الا بالله سلوى، والله انا ماليش في الشغل ده كده. النسوان بتاعك ده انا ما بعرفش العبه اصلا. انتي متضايقه مني من ساعه ما دخلت البيت، مش كده؟ مع اني ما بقاليش غير كام شهر عشان تحطيني في دماغي. ده انا مش بعاملك غير بكل ذوق واحترام. ليه بتحاولي بكل طريقه انك انتي تضايقيني؟ عشان قلتلك ان انا ضد عماله الاطفال تروحي تعملي كده ليه؟ انا بجد مش فاهمه انتي مشكلتك ايه. انتي مش هتصلحي الكون يا ماما، واحنا ولا اول ولا اخر ناس هتشغل عيال صغيره في بيوتها. انا ماليش دعوه بحد ومش هصلح الكون، بس انا بقى حره في بيتي. سلوى من فضلك ممكن بقى تسيبيني في حالي؟ براحتك يا حبيبتي. يبقى تكلمي ابو البنات يجي ياخدهم من هنا. لا لحد هنا وتقفي. انا بقى حره في بيتي وانا هخلي رضا. لو انت عايزه تمشي انتصار براحتك، امشيها لك. لا والنبي عشان خاطر ست زينة ابوس ايدك بلاش تمشي انتصار. ايه ده؟ في ايه بس دلوقتي؟ انا عاوزه ابقى مع اختي. احنا كده ولا كده هنشتغل في البيوت. ابونا مش هيرضى يرجعنا البيت، والحاج زعيك كده ولا كده هيشغلنا. لو مشيت انتصار هتروح تشتغل في بيت تاني وهنبقى بعاد عن بعض. عشان خاطر النبي يا ست زينة، احنا عمرنا ما كنا بعاد عن بعض في البلد، ومش عايزين نبعد هنا. خليها واحنا والله ما هنزعلك، وانا هعمل لك كل اللي انت عاوزاه. تعرفيش تعيشي غير في الاجواء دي؟ لازم تولعي الدنيا. خد البنت وروح يا خالد، وعقل مراتك وخليها تبقى واحده مننا، خليها تعيش زينا، وبلاش تترسم علينا قوي كده. طب ما سيبيها في حالها، جربي كده ما تنكشيهاش، وهي اللي هتترسم عليكي ولا هتقرب لك. هجرب، بس انت كمان جرب ما تبقاش طري قوي كده معاها. خد البنت. مفيش فايده. ونعم بالله. بالله يا حاج، حاج فتحت الراجل طيب وجدع، وكان بيساعد الناس ويصبر عليهم. ربنا يقدرك وتكمل بره على الناس. عمل حاجات في حياته كتير مش كده؟ اه طبعا، بس لازم تعرف يا حاج ان انت الثواب اللي بتعمله بيوصلك قبل ما بيوصله. انا بالنسبه لي كفايه كده. ايه؟ الحاج فتحي كان بيسجل في الناس وبيشغلهم في حاجات انا ما بفهمهاش. تمام قوي كده. عم الشيخ ثانيه واحده. يا رجاله انا شاكر وجودكم وتعزيتكم وسعيكم مشكور، وكل الرصه اللي بتتقال في المناسبات دي. انتوا ولاد بلد
وفاهمين في الواجب وفي الاصول، وعلى قد مشاعركم ما حقيقيه وصادقه، على قد ما انتوا حاسين بالذنب عشان ما سددتوش الدين بتاع الحج قبل ربنا ما يفتكره. انا معايا كل الوصولات اللي عليها امضاءاتكم، واللي الحاج كان ساكت على سددها. كل واحد ليه وصل يجي ياخده، بس وهو جاي يجيب معاه المبلغ اللي الحاج اداهوله، وبسرعه عشان مش استنى كتير. دفع الفلوس قبل ما انا معايا خالص عيال وعندي فلوس اجيب منين؟ مش كلام ايه يا حاج برضه؟ كمل يا عم الشيخ كمل. سعيكم مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والنبي ما عارف أقول لك إيه في الظرف الوحش ده. شد حيلك البقية في حياتك. دوم لله. أهل الحارة قالوا لي إنك أنت جاي هتقعد معانا هنا، فقلت واجب برضو أجي عزي. وحياة النبي ما دقت طعم النوم من يوم المصيبة دي ما حصل. قلبي بيتحسر، كمان ولاد الحرام طلعوا إن أنا اتخانقت مع الحاج فتحي، وحق جلالي اللي ما حصل. لو سألت أي حد في الحتة هيقول لك إنه ما حصلش، والمصحف الشريف ده الحاج فتحي ده كان راجل أمير. مؤمنة مؤمنة، فلوس الإصرار بتاعتك لو ما دفعتش في ظرف 10 أيام هتبقي في الاسم. مش معجزة ولا بس للأمان.